شهد وزير البترول والمالية التوقيع على عقد بين شركة أمبي للبترول وائتلاف سي آي كابيتال وبنك الإمارات دبي الفائز بتنفيذ عقد خدمات ترويج وتغطية وطرح ودعم بعد البيع بنسبة 24% من رأس مال شركة أمبي وذلك بالبورصة المصرية. وزير البترول قال إن طرح شركة أمبي في البورصة سيعزز من قدراتها التنافسية. ومن جانبه أكد وزير المالية معيط أن توقيع العقد يأتي بهدف الاستفادة من العائدات التي ستستخدمه في دعم الخزانة العامة وفي جذب الاستثمارات للدولة، حيث اشترك معه في نفس السياق وزير البترول المهندس طارق الملا.